من حوالي سنه طرحنا مبادره طور مع ملك، وكان هدفنا ان طلاب كليه الهندسه على مستوى مصر يشاركوا معنا في تغيير التجارب المعمليه اللي موجوده عندهم عشان تتوافق مع متطلبات سوق العمل اللي احتياجاته اختلفت في الفتره الاخيره. كان مطلوب من كل مجموعه طلبه انها تقدم لنا صور للتجربه اللي موجوده عندهم، وفي خلال الفتره اللي فتحنا فيها المسابقه اتقدم لنا اكتر من 15 تجربه. اخترنا منهم 5 تجارب، 2 من كليه الهندسه جامعه المنوفيه، 2 من هندسه حلوان، وتجربه من جامعه الازهر. اختيارنا الموضوعات التجارب كان عامل مهم جدا، لان الهدف ما كانش بس ان هي تفيد مستوى دراسي واحد، ولكن كمان نقدر من خلالها نستفيد بيها في اكتر من تجربه معمليه تفيد طلاب مستويات دراسيه مختلفه، بدايه من التخصص ولحد السنه النهائيه. ومن هنا اختيارنا للمواضيع مرتبط بتطبيقات الوقايه الرقميه وتحسين معامل القدره والتوافقيات ورفع كفاءه شبكات التوزيع. وكمان اشترك معانا اعضاء هيئه التدريس في المبادره للجامعات الفايزه، لان هم اللي هيوصلوا التجارب دي للطلاب، مش بس لطلاب السنه دي ولكن كمان للدفعات اللي جايه. المبادره ما كانش هدفها بس نغير التجربه اللي في المعمل، لكن كمان نفتح المجال للطلبه اللي اشتركت معانا في المبادره انهم يتعرفوا على المواصفات القياسيه اللي بتحكم المجالات دي. عملنا ده من خلال محاضرات للطلبه خلال السنه الدراسيه اللي فاتت، وتعلموا فيها ماده علميه من الاي سي ستاندرد، وطلبنا منهم كمان ان هم يضيفوا الجزء ده في كتاب المعمل الخاص بالتجربه علشان الاستفاده تكمل لاجيال واجيال جايه، والاجيال دي تاسسوا بشكل كويس ويتعودوا فيه يجيبوا معلوماتهم من مصدرها الصحيح. مبادره طور مع ملك بتساعدنا ان احنا نادي رسالتنا في تطوير معامل الكليات في الجامعات المصريه. بتمنى الطلبه ان هم يستغلوا المبادره دهيت في ان هم يحدثوا معامل كلياتهم ويشاركوا بايجابيه في المسابقه اللي بنطرحها كل سنه. ان شاء الله المسابقه هتطرح في شهر 6 ولغايه شهر 7 تقدموا البروبوزال بتاع التطوير. هننزل على ويب سايت شنايدر الكتريك البوست اللي بيشرح كيفيه التقديم عشان تقدروا تشاركوا معانا في المسابقه دي. ان شاء الله تكون السنه دي والسنوات الجايه احسن، ونقدر ان احنا نطور على قد ما نقدر معامل كليات هندسه كتير.